أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم نافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين سيد جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم نافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشهوم منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين سيد جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين سيد جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين